عرفات يعطيك العافية. الله يعافي قلبك. بدنا طريقة مختصرة عشان نفهم الريبورت سبيتش. الريبورت سبيتش قاعدة تقريبا بشرحوها المدرسين وأنا شارحها في ساعة من الزمن، لكن بنسوي ملخص شامل لكل القاعدة. قولوا يا رب بسم الله. أول شيء اسم القاعدة ريبورتد سبيتش. شو معنى سبيتش يا موسى؟ كلام. ريبورتد منقول. أحيانا في بعض المدرسين بيسموها دايركت. شو يعني دايركت؟ مباشر. وإن دايركت؟ غير مباشر. الآن لازم نسأل حالنا هذا السؤال، كيف نميز سؤال كلام المنقول؟ كيف لو شفت هاي الجملة أعرف إنها على سؤال الكلام المنقول؟ عن طريق هاي الكلمات. شو هاي الكلمة موسى؟ سيد. معناها؟ قال. وهاي؟ تولد. أخبره؟ وأسك سأله؟ أو بكون في عنا كوتيشن أقواس تنصيص. إذا لقيت واحدة من هدول الثلاث معناته عنا سؤال على الريبورتد سبيتش. النوع الأول من التحويل تحويل الضمائر. طلع علي موسى. شو هاد؟ الآي بتصير هي أو شي. هي للولد وشي للبنت. الماي بتصير هز أو هير. الهز للولد والهير للبنت. المي بتصير هم أو هير. نفس الشي. هم للولد والهير للبنت. ماي سيلف بتصير هم سيلف أو هير سيلف. الضمير الثاني شو هاي الكلمة موسى؟ وي. معناها نحن بتصير هم. شو يعني هم؟ they our their. يلا احكيها موسى. شو هي؟ our their. their us them, them. كيف نحفظها؟ أصدم أصدم بدي أصدم. our selves شو بتصير؟ them selves. نكمل. جينا للضمير اللي بغلب الطلاب الضمير يو. يو يور. اليو بتحول حسب المخاطب. اليو لما يكون فاعل معناته ممكن يصير يا إما هي أو شي أو ذي أو آي أو وي. اليو ممكن يكون مفعول به. شو يعني مفعول به؟ قبله حرف جر أو فعل معناته بصير هم أو هير أو ذم أو مي أو أس. واليور هاي لما تكون ملكية بحالة الملكية بتصير هز أو هير أو ذير أو ماي أو أور. خلصنا من تحويل الضمائر. هسا تحويل الفعل. القاعدة العامة شو بتحكي؟ بنحول الفعل من مضارع إلى ماضي ومن ماضي إلى ماضي تام. يعني الفيرب 1 بحوله بصير إيش يا موسى؟ فيرب 2. والفيرب 2 had فيرب 3. أم وإز فيرب 1 شو الماضي منهم؟ was وآر was aware. طيب لو أعطاني was aware شو بتصير؟ had been. was aware had been. شوف هاي موسى do أو does مع verb 1. do والdoes بشطبهم بتصير did والverb 1 بضلوا زي ما هو. did مع verb 1 بتصير had مع verb 3. have و has بتصير had. لكن had مع verb 3 بتضلها زي ما هي had verb 3. هسا هون had ما في verb 3 بتصير had had. ونيجي لتحويل المودلز. حول للماضي. كان الماضي منها could. will would may might, might. والمست هاي حالة خاصة. شو بتصير يا موسى؟ had to. الآن تحويل الظروف. الظروف الزمنية. if this شو بتصير يا موسى؟ that. with these those, those. today that day. day tonight that night night. طيب now then here there. هاي بنحفظها للطلاب بالصورة التالية. ago بتصير before. ago before. إذن أقول شو بتصير؟ before. هاي الكلمة اسمها at the moment. في هذه اللحظة بتصير at that moment بتلك اللحظة. طيب tomorrow بكرة إلها عدة تحويلات. أفضل تحويل the next day أو the following day أو the day after. yesterday معناها مبارح بتصير the day before أو the last day. كويس. last مع وقت بتصير the مع الوقت مع before أو يسموها the previous مع الوقت. next زائد وقت the مع الوقت مع كلمة إيش؟ after. وهي خلصت قاعدة report speech في أقل كم دقيقة موسى؟ أربع دقائق وشوي. أربع دقائق. ربنا يوفقكم وبيج هارد.